موجز الأخبار على الحياة فام. موجز الأخبار من إذاعة الحياة فام، أهلا بكم. تنطلق اليوم السبت من تونس عمليات إجلاء نحو 300 مهاجر من مالي والساحل العاج إلى بلادهم بعد حملات وصفت بالعنصرية ضدهما. من جهته قال السفير العاجي في تونس إبراهيم سيسافاني من المقرر مغادرة الخطوط الجوية العاجية وعلى متنها أكثر من 100 راكبا، مضيفا أن عدد المسجلين للعودة بلغ أكثر من 1000 حتى الآن، ويقدر عدد الجالية العاجية في تونس بنحو 7000 شخص وفقا لإحصائيات رسمية. من جهته قال الدبلوماسي المالي في تونس لوكالة فرانس بريس أن بلاده استأجرت طائرة لإعادة ما يقارب من 150 شخصا بناء على أوامر رئيس المجلس العسكري الذي أعطى تعليمات صارمة للغاية للتعامل مع موضوع عودة الرعايا إلى بلادهما. من المتوقع أن يسند صندوق النقد الدولي القسط الأول من القرض لفائدة تونس قبل نهاية الثلاثية الثانية من العام الجاري وفق ما أشارت إليه وكالة الترقيم الدولية فيتش رايتنج. ولاحظت الوكالة في نشرية نشرتها على موقعها على شبكة الانترنت التطور الذي حققته تونس على مستوى تنفيذ الإصلاحات المدرجة في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممد بقيمة 1.9 مليار دولار. وترى الوكالة أن هذا التطور ينعكس أساسا من خلال المصدقة على المرسوم المتعلق بتنقيح قانون الأول من فيفري سنة 1989 والمتعلق أساسا بالمساهمات والمؤسسات والهياكل العمومية. كما لاحظت وكالة الترقيم أيضا تقدما في استكمال وتحيين مخطط التمويل المقدم من السلطات التونسية ومكانة مجمل هذه التطورات من توقع إسناد صندوق النقد الدولي للقسط الأول من القرض. دوليا، حطت طائرتان سعوديتان في المطار بأوكرانيا تحملان أكثر من 168 طنا من المساعدات الإنسانية السعودية للأوكرانيين. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم سيبار بن حميدة. لأكثر تفاصيل زوروا الصفحة الرسمية الحياة فهم على الفيسبوك.